تتواصل انطلاقات أشواطنا مشاهدينا متابعينا الكرام عشاق الأصالة في تحديات وتنافس صباحي هذا اليوم. الشوط الحادي عشر تعلن فيه الانطلاقة عن لبكار الحقائق في مسارها وفي تحدياتها. نسير مع المركز الأول، تتقدم شواهين المشاركات ويأتي علي بن محمد بن سلطان العويسي الذي يقدم شواهين. المركز الثاني هناك الشايبة، الشايبة لعلي بن حميد بن خميس اليديلي على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث تتقدم في ثالث المراكز راهية وناصر بن علي بن سعيد النعيمي على المركز الثالث. أما المركز الرابع فتواجد هنا لنسيم الصباح بخيت بن أحمد بن غانم المزروعي على المركز الرابع. والمركز الخامس تقدمت فيه مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام ووصلتنا الذيبة لسيف بن محمد بن سعيد العفاري على المركز الرابع. هذه الأربع على المركز الخامس هذه الخمس المراكز الأولى في شوطنا الحادي عشر في انطلاقات هذا الصباح الجميل هنا على أرضية ميدان سيف العرب أحد فروع المرموم. نعود إلى المركز الأول، غيرت الشايبة إلى مقدمة الشوط علي بن حميد بن خميس اليديلي الذي يقدم الشايبة على المركز الأول، بينما المركز الثاني لا زالت شواهين علي بن محمد بن سلطان العويسي على المركز الثاني. هناك اللي وصلت على المركز الثالث من الجانب الآخر ودخولها مميز وجميل. المركز الرابع مع سعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي، الله يا الأمتار الأخيرة، خلاص بدأ إصدار الأوامر ولا زالت الشايبة علي بن حميد بن خميس اليديلي على مقدمة الشوط المركز الثاني. شواهين وعلي بن محمد بن سلطان العويسي الأمتار الأخيرة، خلاص اليديلي، تهانينا والناموس لعلي بن حميد اليديلي على الفوز المركز الثاني. وصلت في شواهين لعلي بن محمد بن محمد بن سلطان العويسي المركز الثالث، راهية لناصر بن علي بن سعيد النعيمي الرابعة والخامسة عند لجنة خط النهائي لها متابعة. بنعود إلى التوقيت الزمني مشاهدينا الأعزاء في هذا الشوط، دقيقتين و14 ثانية، تهانينا والناموس.